لا شك أن العديد منا قد سمعوا عن مدينة أطلانتس الأسطورية المفقودة والتي ابتلعها المحيط، وإلى يومنا هذا لم يجدها أحد، وما زالت رحلات الاستكشاف والبحث مستمرة. وخلال رحلات البحث تلك وجد مدن أخرى كثيرة تم اكتشافها تحت الماء تتميز بالغرابة والجمال في آن واحد، وهو ما جعلها مقصدا للسياح والمستكشفين وعلماء الآثار حول العالم. إليكم خمس مدن غامضة تم اكتشافها تحت المياه. الخليج الملكي في جامايكا. في وقت ما كانت معقلا للقراصنة وأنشطتهم نهارا ولشرب الخمر والحفلات الماجنة ليلا، وكان الخليج الملكي وقتها يلقب بالمدينة الأكثر شيطانية وخطيئة في العالم، وظل كذلك حتى عام 1692 عندما هز زلزال ضخم جزيرة جامايكا بأكملها وأغرق الخليج الملكي. وبالطبع كان الاعتقاد السائد أن غرق الخليج كان عقابا من الله لسكانه على ما يحدث فيه من فواحش. والآن المدينة بالكامل مستقرة على عمق 40 قدم تحت المحيط، وتمثل حاليا محطة أساسية للمستكشفين ومحبي المغامرة، وما زالت أغلب آثارها سليمة كما تركها أصحابها. قصر كليوبترا في الإسكندرية. اكتشفت جزيرة قصر كليوبترا قبالة شواطئ الإسكندرية بعد أن كان الاعتقاد أنها ضائعة منذ قرون عديدة، ويعتقد أنها غرقت بسبب زلزال هائل ضرب سواحل الإسكندرية وأغرق الجزيرة وعليها أيضا بوابة معبد إيزنس القديم ومقبرة كليوبترا. ووجد المستكشفون قطعا من منارة الإسكندرية التي تعد من عجائب العالم القديم، ووجد أيضا العديد من القطع الأثرية القديمة، حيث أن هذه البقعة تعد من أكثر المناطق التي توجد فيها آثار غارقة لا يمكن أن نصفها غير أنها مذهلة للعقل. أهرامات يوناجومي في اليابان. ما زال الخبراء يتجادلون إلى يومنا هذا ما إذا كانت أهرامات يوناجومي القابعة تحت المحيط قبالة ساحل اليابان من صنع البشر أم حدث من أحداث الطبيعة المذهلة. فبالرغم من وجود أدلة تدعم الاحتمال الثاني، إلا أن الأحجار والأشكال المثلثة التي تتكون منها الأهرام تجعل من الصعب تصديق أن أهراما كهذه من الممكن أن تكون قد تكونت صدفة. ترتفع الأهرام من قاع البحر وحتى ارتفاع 250 قدم، وتمثل موقع جذب كبير للغواصين. ويرى الخبراء أنه لو كانت هذه المدينة من صنع البشر فقد تم بناؤها في أواخر العصر الجليدي، أي منذ أكثر من 10,000 عام قبل الميلاد. وقد تم اكتشاف هذه الأهرامات من قبل غواص عام 1995. المدينة الذهبية في الهند. اكتشفت من قبل علماء البحر في عام 2000 وتسمى مدينة دواركا وتعني المدينة الذهبية. يعتقد مواطني الهند أن هذه المدينة القديمة تنتمي إلى إله هندوسي يدعى لورد كريشنا، والمدينة القديمة كانت تعد من الخرافات والأساطير، ولكن الأنقاض والأطلال التي تم اكتشافها أعادت الحياة لأسطورة هندية قديمة تخبرنا أن الإله كريشنا كانت له مدينة عظيمة بها أكثر من 70,000 قصر مصنوع من الذهب والفضة ومعادن ثمينة أخرى. ولكن عند موت كريشنا غرقت المدينة في البحر. تقبع بقايا وآثار المدينة المدمرة على عمق 131 قدما، وهي من أقدم 7 مدن موجودة في الهند. وقد أشارت الدراسات أن المدينة منظمة ومبنية بشكل هندسي رائع أثار دهشة الخبراء. مدينة الأسد. من أكثر المدن إثارة في العالم وواحدة من الوجهات السياحية الأكثر شعبية في الصين، بنيت المدينة في عهد أسرة هانا الشرقية بين عامي 25 و200 ميلادي، وتقع على عمق 70 قدما تحت سطح بحيرة كيندو. كانت المدينة مركز السياسة والاقتصاد في مقاطعة تشاجيانغ الشرقية، وفي عام 1956 قررت الحكومة الصينية إغراق المدينة عمدا في بحيرة صناعية لبناء محطة للطاقة الكهرومائية. وقد كانت مساحة المدينة كافية لتطفو في منتصف القرن العشرين وتشكل سدا، وظلت المدينة منسية لمدة 50 عام، إلا أنها أصبحت الآن موقعا سياحيا هاما ويطلق عليها اسم أطلانتس الصين، حيث أنها أصبحت نسخة عن جزيرة أطلانتس الأسطورية وأصبحت مصدر جذب للكثير من السياح، حيث تعرف كأكثر المدن الموجودة تحت الماء روعة وجمالا في العالم.